السلام عليكم. شركة ريلمي كانت أطلقت في شهر 9 اللي فات هاتف ريلمي إكس تي، وأعلنت إن هيكون فيه نسخة مطورة من الهاتف هتنزل في شهر 12، والشركة أعلنت الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 بمستشعر من سامسونج الجي دبليو 1. التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 ألترا وايد 119 درجة. التالتة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، واحدة للدبس سنسور والتانية ماكرو. الكاميرات بتدعم البانوراما والاتش دي ار، وبتدعم الالترا فيديو ستابلايزيشن، وبتدعم الفيديو بوكا، وبتصور 4K على 30 إطار، وبتصور سلو موشن 960 إطار على 720. دقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا بتدعم الـ HDR وبتدعم السيلفي نايت سكيب، وبتصور 1080.